فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، وطبعا معانا على الهواء مباشرة. أستاذ شريف، 5 قرارات هامة جدا، ولكن طبعا القرارات مهمة جدا، ولكن الحقيقة البيان التوضيحي اللي هو قبل هذه القرارات أعتقد أنه هو بيان شافي ووافي، والنادي الأهلي بيتكلم بصيغة جماعية حرصا على استكمال مسابقة الدوري العام بشكل كامل. مساء الخير مجددا كابتن اسلام، تحياتي لحضرتك مره اخرى ولضيوفك الكرام في الاستوديو ولجمهور النادي الاهلي عبر شاشه قناه النادي الاهلي. زي ما حضرتك تفضلت، واسمح لي اثني على هذا الكلام، النادي الاهلي لا يصدر ابدا مشكله. النادي الاهلي احرص مؤسسه في مصر على استكمال الحقيقه مسابقه الدوري العام والكاس ايضا، طالما هناك رغبة من اتحاد الكرة المنظم لهذه المسابقة في استكمالها. النادي الأهلي يتعاون مع جميع عناصر منظومة كرة القدم من أجل الخروج بموسم رياضي يليق بمصر، مصر الكبيرة في عصر الحقيقة بيعاد بناءها على كل المستويات، والرياضة جزء أصيل ولا يتجزأ من بناء هذا الوطن، خاصة لها تأثير كبير على حالة المزاج العام لجماهير كرة القدم بشكل عام وجمهور النادي الأهلي بشكل خاص. فالنادي الأهلي زي ما حضرتك تفضلت كان في الحقيقة شرح استهلالي، يعني مجلس الإدارة استعرض فيه ما تحمله النادي الأهلي جراء تلاحم البطولات خلال المواسم الثلاثة الماضية ومشاركة النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، خصوصا العامين الآخرين اللي انتهت في بطولة في نوفمبر وبدأت على طول بعدها بأسبوعين البطولة الأخرى التي تختتم بالمناسبة أو بتلعب مباراة الذهاب حاليا وانا اتحدث اليك، او ربما تكون انتهت وكنا نتعشم ونتمنى وجود النادي الاهلي في النهائي. الحقيقه انه ما حدث، النادي الاهلي ارتأى ومجلس ادارته انه بيخالف يعني مبدا تكافؤ الفرص، ومش عايز اقول الكيل بمكيالين، لكنه يخالف قواعد اللعب النظيف زي ما البيان عبر عن قرارات مجلس اداره النادي الاهلي، ويخل بمبدا تكافؤ الفرص بين كل الانديه، وبالتالي النادي الاهلي لم يطلب الا تحقيق مبدا تكافؤ الفرص. النادي الاهلي لا يلوي ذراع احد ولا يطلب أكثر من حقه، ولكنه مطالب، مجلس إدارته مطالب أمام جمعيته العمومية اللي قوامها أكثر من 150 ألف عضو يتحمل أمانة الدفاع عن حقوق النادي أمامها، بالإضافة إلى جماهيره العريضة اللي بتمتد من المحيط إلى الخليج وهي الجماهير الأكبر في الشرق الأوسط، هو مطالب بالحفاظ على حقوق النادي. بعد الحقيقة أن تم استعراض كل هذه المعطيات كانت القرارات الخمسة الأخيرة، وأنا بعتقد وربما ضيوف الاستوديو بعد أن يحللوا هذه القرارات أنه فيها قدر كبير أيضا من المرونة والرغبة الحقيقية في استكمال بطولة الدوري واستكمال الكأس أيضا. يعني الحقيقة أن النادي الأهلي لديه الرغبة في استكمال بطولة الكأس إذا رغب اتحاد الكرة في التوقيت اللي هيتم فيه لعب المباريات المؤجلة والأسابيع اللي مش هيكون عند النادي الأهلي فيها مباريات. وبعتقد أنه هذه يعني موقف يحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي الراغب في استكمال كل المسابقات قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية أو الدوري العام قبل الأمم الأفريقية، وفي حال لعب بعض المباريات المؤجلة للأندية التي لها مباريات مؤجلة النادي الأهلي ليس لديه أي مانع في لعب مباريات الكأس. وبالتالي الكرة الآن في ملعب الاتحاد الكرة المطالب يعني استكمال هذه البطولة طبقا للمعايير وقواعد اللعب النظيف والاتحاد الدولي في مثل هذه المسابقات. تعلم كابتن إسلام أن معظم دول إفريقيا أو كل دول شمال إفريقيا تحديدا المغرب وتونس قررت الانتهاء من الدوري قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية في يونيو المقرر أن تستضيفها مصر، وإن شاء الله تخرج بشكل يليق باسم مصر بحضور جماهيري كبير وبتنظيم يليق، خصوصا أن هناك جهود كبيرة نتابعها الحقيقة عن كثب في الاستادات والاستعدادات للاستقبال وحتى يعني عملية تنظيم دخول الجماهير وموقع تذكرتي، حاجة محترمة. مصر لما بتقرر تعمل حاجة الحقيقة بتعملها، فالتحية واجبة، وقلنا قبل كده وبنقول وهنقول أن النادي الأهلي بكل كوادره وبكل إمكانياته هو في خدمة الدولة المصرية ومنظومة الرياضة المصرية للخروج بهذه البطولة إن شاء الله على أعلى مستوى. فبالتالي هذه القرارات تحفظ حقوق النادي الأهلي وأيضا معظم الأندية التي تصارع ربما للحصول على ترتيب متقدم أو حتى التي تصارع للهروب من الهبوط من دوري الممتاز. نحن نطالب بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين كل الأندية.
طيب استاذ شريف، معلش قبل برضو ما اسيب حضرتك عايز اسالك سؤال، وده سؤال مهم جدا، لانه هل النادي الاهلي عندما نظر الى هذه الامور، عندما قرر هذه القرارات الخمس قرارات اللي اتخذها مجلس اداره النادي الاهلي، هل كان هناك رغبه في زياده احتقان مع احد او شيء من هذا القبيل، ولا كان هناك فقط النظر الى المصلحه العامه كعاده النادي الاهلي؟ تعلم كابتن اسلام ومصر كلها تعرف من اقصاها الى اقصاها انه مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي نهجوا الحقيقه عدم تصدير المشاكل وعدم الاصطدام باي مؤسسه او باي نادي، وهناك تجارب عديده ربما الحقيقه يعني كنا نخضع كمنتمين لهذه المنظومه شديده الرقي والانضباط الى انتقادات عده من بعض الجماهير خاصه صغار السن المتحمسين اللي كانوا بيطالبوا مجلس اداره النادي الاهلي باتخاذ قرارات أكثر عنفا رد الحقيقة على هجوم البعض أو بعض القرارات التي لا تصب في مصلحة النادي الأهلي. لكن النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة كابتن محمود الخطيب اتسم طوال الفترة الماضية الحقيقة بسياسة ضبط النفس، بالترفع عن الانزلاق إلى أي مهاترات، بالبعد عن فكرة الاحتقان والعمل على تجنب الإثارة والاحتقان، لأنه يدرك أنه هناك جمهور كبير وشباب صغير هو مثار بطبعه وله رؤية تختلف عن رؤية المسؤولين. عادة من يقبع على يعني كرسي المسؤولية زي ما بنقول تكون يده أو يده في النار، عكس من يرى الصورة من الخارج. وبالتالي لا يمكن أبدا لأي شخص أن يتهم مجلس إدارة النادي الأهلي بأنه يصدر المشاكل أو يبحث عن احتقان. بالعكس، النادي الأهلي تحمل الكثير والكثير من الضغوطات ودفع ثمنا قاسيا الحقيقة لهذا الترفع ولهذا التعاون. كل ما نتمناه أن يعني متخذ القرار في اتحاد كرة القدم أو غيره أن يضع نفسه محل مجلس إدارة النادي الأهلي، وأن يدرس المعطيات والمناخ العام الذي يتم فيه اتخاذ مثل هذه القرارات. في كل ما سبق من قرارات تتعلق بمجلس إدارة النادي الأهلي كان النادي الأهلي يلجأ إلى مثل هذا النوع من القرارات بعد أن يفيض به الكيل، وليس لديه خيار إلا وضع الأمور في نصابها. وعلى الرغم من ذلك هذه القرارات الخمسة كابتن إسلام لا تلوي ذراع أحد، لا تطالب بأكثر من حق النادي الأهلي، لا تصدر المشاكل، لا تبحث عن احتقان. هذا يعني مطلب عادل ومشروع جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي، ليس فقط حفاظا على حقوقه ولكن حفاظا على منظومة الرياضة المصرية وعلى مسابقة الدوري العام التي تعد في مهب الريح بسبب بعض السياسات التي يعني نرى أنه فيها ميل أو مجاملة لطرف دون الآخر. قبل ما حضرتك تكون معايا على الهواء مباشرة لإذاعة هذه القرارات، كان معايا حوالي 4 أو 5 من رؤساء الأندية والمشرفين العام على كرة القدم في الإنتاج الحربي وفي حرس الحدود وفي المقاولين العرب. الكل الحقيقة بيجمع على أنه يجب أن يكون هناك انتهاء لمباريات، أو كانت تقريبا هذه هي الطلبات التي تم اتخاذها من مجلس إدارة النادي الأهلي تقريبا فيما يتوافق، اعتقد ان هي توافقت مع كل الطلبات اللي قبل ما حضرتك كمان تطلع تقول هذه القرارات. وبالتالي من الواضح ان هناك الصيغه الجماعيه في هذه القرارات، وهو الشيء الاهم. النادي الاهلي بينظر طبعا الى مصلحه النادي الاهلي، ولكن قبل ما ينظر الى مصلحه النادي الاهلي فهو ينظر الى المصلحه العليا للبلد، وهي استكمال الدوري قبل بدايه كاس الامم الافريقيه. صحيح. تمام. يعني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. احد عايز يسال الاستاذ شريف اي حاجه؟ استاذ عصام انا كابتن اسلام ومصلحه مصر، وزي ما قلت لحضرتك الدوري العام والمسابقه في المقام الاول. لا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طيب حد عايز يسال الاستاذ شريف اي حاجه؟ لا انا بس يعني بشكره هو تحديدا على عظيم اللغه الحقيقه طبعا. في الشرح الاستهلالي، لانه الحقيقه لا يوجد اي سمت حرف، مش جمله مزبوط، تدعو لان حد يقول صدام، بالاضافه للي استشرقناه مع مسؤولو الانديه انه ده مطلب جماعي لابراز وجه مصر اللي فيها حاجه عظيمه اسمها تذكرتي، اللي فيها اونلاين هيتاخد منه البطولات قادمه. والنهارده منظومه زي النادي الاهلي بتبحث عن وجه مشرق لمسابقه عظمى اسمها الدوري العام. الحقيقه ليله المفروض تبقى سعيده لو احسن تدبير الامر زي ما حضراتكم قلتوا، وزي ما السيد شريف الحقيقه زميلنا المحترم قال وشرح، وده شرح محترم منه طبعا. وانا كنت قاصد اساله سؤال الاحتقان ده تحديدا. صحيح. علشان يصل للجميع. أيوة. يصل للجميع مره تانية ان النادي الاهلي
هو من ينظر إلى المصلحة العليا أولا ولا ينظر إلى أي شيء آخر. النادي الأهلي لا يبادر بأي شيء أو لا يبادر بإطلاق المشاكل زي ما الناس كلها أو ناس معينة هي اللي شايفة هذا الموضوع. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دائما الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الإعلامي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي. شكرا.